ده فيديو. انتوا فين دلوقتي؟ في البر. دي بقى بوابة رقم كم مكتوب عليها؟ بوابة رقم كم؟ كم؟ ولا اتنين؟ طب يلا يلا نركب البانوراما ده. ليه؟ ده الناس واقفة تابوه. زحمة. ايوه مفيش سلم اصلا. ده صبور يا ابني. اتزحم الاسانسير. طب خلاص ده في عامل ايه؟ اصبروا بقى مهدى شوية. الرياض بارك طبعا بيبقى زحمة جدا موت في الايام العادية. اعتقد العيد بقى ناس مسافرة كتير، فيا دوبك ركننا السيارة هنا نخش بقى نشوف ايه الوضع جوه. فدي بوابة، عايزين نعرف بوابة رقم كام عشان واحنا نازلين ايه نعرف المكان منها، لأن طبعا فترة طويلة عمالين نلف زي ناس العربيات دي عشان نلاقي مكان. وبره كمان في الساحل اللي بره زحمة جدا. بوابة رقم كام دي يا ابراهيم؟ جيت نمبر وات ذا نمبر ذيس جيت؟ سبعة. فين؟ لا ما هي صح سبعة. لا سبعة من بره كمان. سبعة من بره كده. سبعة هي سبعة كده. سبعة مش كده هي كده صح بره. انت خدت الاجازة ونسيت كل حاجة؟ دي سبعة كده؟ ها؟ دي سبعة بقت كده؟ ده انت ده بقت اتنين كده. اهي بقت اتنين اهي، كل ده متسجل اهي كده اتنين. لا هي صح من بره ما تقلفش. ايه ده؟ وده اسانسير بانوراما هون. الناس تركب فيه تتفرج ونركب برضه نصور. ده مش اسد يا ابراهيم. بس ريحه البخور ده ما شاء الله حكايه. يلا يلا على الاسانسير. رسمت ايه؟ ايه ده كل ده لسه برسم فيها؟ صعب جدا. بص كده مش عجباني الرسم بتاعته. رسم وش البت مش مظبوط، مش عاجبني رسمه يا ست. بص الصوره اللي بيرسمها وبص الرسمه اللي عملها بايده، مش فرق شاسع بينهم بقى. عايز يعني يرسم اشوف البيت ومروح. طيب اكيد يعني اشوف. يلا
نمشي كده يا ابراهيم. طب يلا. ليه بيعملوا ابراهيم ده؟